صباح الخير متتبعي ومشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم باليمن والبركات وبشير جديد من نواحي مدينة بجعل. كما تلاحظون متتبعي ومشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة شوف تي في، ساكنة أو سكان مشيخة النواصر عيد صالح النواصر ولاد زينة مشيخة جريات يطالبون بتوفير الماء، بتوفير الماء الصالح للشرب. كما تلاحظوا ساكنة الجامعات القروية يطالبون بتوفير الماء الصالح للشرب. كما تلاحظوا متتبعون مشاهدينا الكرام وهم يناشدون صاحب الجلالة، يناشدون المسؤولين بالتدخل العاجل، لأنهم ما تعرفه المنطقة من قلة الماء الصالح للشرب لأثر في النفوس ديالهم هما والأغنام ديالهم البهيم ديالهم. يطالبون صاحب الجلالة نصره الله بالتدخل العاجل لما نلاحظه اليوم، هو أنهم سيقومون بمسيرة مشي على الأقدام في اتجاه عمالات خريبكة. كما تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام غادي نتوجهوا عند الساكنة اللي غادي يعطيونا اللي غادي يقولوا لنا مالهم، شكون اللي غادي مالهم، شكون اللي اشنو اللي خاصهم. السلام عليكم. السلام. كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ هاني. كي داير مع الصحة؟ الحمد لله. أنت على المباشر على قناة شوف تي في، أنت من سكان أو ساكنة مشيخة النواصر أو عيد صالح أو جريات، بغيناك تقول لنا المتتبعين ديالنا عبر ربوع المملكة أشنو اللي بغيتوا؟ علاش تقوموا بهذه المسيرة ماشيين على الأقدام؟ بهذه المسيرة ما عندناش الماء، ما صناش ما نشربوا، السقايات عندنا ما كاينش الماء، البيار وكحوا، حتى حاجة، حتى حاجة، ما بقات عندنا حتى حاجة، لا ما نشربوا لا والو. تنمشيو تنطلبوا في الماء ما عطاونا حتى حاجة، بغينا تنطلبوا من سيدنا يعطينا شوف شي حل يعطينا الماء، راه تمحنا. هنا غنتوجهوا عند واحد السيد اخر اللي غادي يقول لنا. كما تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام راجل تيفوت، راجل يفوق ال 70 سنه و 80 سنه، تا هو مسكين غادي يمشي ماشيا على الاقدام حوالي واحد 54 او 56 كيلومتر من الجماعه القرويه او مشيخه نواصر ويت صالح الى عماله خريبكه، اللي غادي يقول لنا تا هو ماله اش خاصه. خاصنا سيدي الماء، ما عندناش من رمضان ما عندناش الماء والو، كل شيء واكح، البيار والو، الواد والو، وصافي غادي نغادروا هذه البلاد، ما بقى لنا فيها راحه. السلام عليكم. هنا متتبعي ومشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في غنتوجهوا عند شي اخر اللي عطينا علاش واقف تاهو. السلام عليكم. كي داير سيدي؟ لاباس عليك. هاني، بغيناك تقرب لنا من المتتبعين ديالنا عبر ربوع المملكه، علاش هاد المشيخات بثلاثه غاديين على رجليهم؟ واش الماء اللي قل ولا الماء ما عندكمش؟ الماء ما عندناش، الماء كاين، الماء كاين، عندهم مشكل في القوادس، وحنا عندنا الماكل مدخرينهم مخلصين فلوس وما كيوصلش للمشارين هذي، ماشي معقول هذا. ولما لقيت توجه النداء ديالك؟ النداء ديال السلطات المحليه تشوف لنا الحل ديالنا، ما كانش غادي نمشيو للعاصمه ان شاء الله. مرحبا متتبع، غنتوجهوا لعند واحد السيد اخر اللي غادي يقول لنا تا هو علاش واقف. السلام عليكم. كي داير سيدي؟ لاباس عليك. الله يخليك. هاني، كي داير مع الصحة؟ علاش واقف تا عمي، علاش بغيت تمشي؟ واقف على الماء. ما عندكش؟ ما عندناش الماء من رمضان. لا فراسك، فراسك قلة تساقطات الآخرة اللي خلات الماء ينقص في المغرب كامل، واش أنت ما عندكش الماء ولا على الماء اللي قل؟ لا قل الماء، ما كاين، راه ما قل الماء، والماء راه كاين، شي دايز ليه وشي ما دايزش ليه. حنا اللهم لك الحمد اللي جات من عند سيدي ربي، مرحبا بيا. كان مسدود علينا من شي جي خاصهم يشربونا، عطونا الماء. حنا لا بهايم لا ولادنا لا كل شيء. من رمضان ما شلنا. السلام عليكم. كما تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام جل مشيخات ديال نواصر ويت صالح ولاد زينه، كما تلاحظوا متتبعين على اللافته الكل يطالبون الا بالماء، ما بغاو حتى حاجه، بغاو على الماء. حنا نداء وجهه الى السلطات المحليه وعلى راسها رئيس دائره قائد قياده الشكران، لان ما لاحظناه اليوم ان واش الناس تطالب في الماء وحنا في 2022، على الاقل تلقوا لهم على نهار كما قال لك، تلقوا لنا نهار ونهار لا على بركه الله. متتبعين مشاهدينا الكرام 42 سقايه اللي كاينه ورا تا شي سقايه ما فيها الماء. هنا متتبعين مشاهدينا الكرام غادي تكون مسيره ماشيا على الاقدام، سنرافقهم بصفتنا كمراسلين لقناه شوف تي في، غنرافقوا هاد الناس في الاتجاه اللي غادي يمشيو ليه. غنمشي معاك اللور.
دائما متتبع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في سلسله مباشره التي نقوم بها الا نقرب متتبعينا عبر ربوع المملكه. ونحن الان كما قلت نتواجد في الجماعه القرويه او مشيخه نواصر ويتصالح الجريات التي يقوموا بواحد المسيره مشيا على الاقدام في اتجاه عمالات خويبقه. كما تلاحظون متتبعين مشاهدينا الكرام ساكنه او مشيخه عيد صالح وجريات ونواصر وولاد زينه الكل غادي في مسيره في اتجاه عمالات خريبقه كما تلاحظون متتبعين مشاهدينا الكرام. ونحن الان كما قلت نبت لكم هذا البث المباشر دائما سلسله مباشره متتبعه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن الان نقول لكم هذا البث المباشر من دوائر او من دائره ابي الجعد بالضبط من احد مشيخات وهي نواصر عيد صالح جريات واولاد زينه التي يقوموا بواحد المسيره مشيا الى العمالات خريبقه كما تلاحظوا متتبعين مشاهدي الكرام. ونحن الان نقول لكم بالصوت والصوره اجواء ديال هذه المسيره سنرافقهم في اتجاه العماله. ودائما سلسله مباشره التي نقوم بها الى نقرر متتبعينا عبر ربوع المملكه كما قلت. ونحن الان نتواجد بالجماعه القرويه شكران كما تلاحظوا ساكنه الجماعات القرويه يقومون بالمسيره احتجاجيه على الماء الصالح للشرب كما تيقولوا على اللسان ديالهم ما بقاش عندنا الماء بغينا الماء. الطلب الوحيد ديالهم هو انهم بغاو الماء كما تلاحظوا متتبعينا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. أجدد الترحام الذي تحقق من اللحظة متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. ونحن الآن نوثق لكم بالصوت والصورة أجواء ديال مسيرة العطش كما سموها ساكنة نواصر عيد صالح وأولاد زينة وجريات سموها مسيرة العطش كما تلاحظوا الجل ديال القبائل يقومون بمسيرة احتجاجية مسيرة مشيا على البيكابات والطونوبيلات إلا الطريق الطريق الرابطه بين مدينه ابي الجعد ووطزم من ثم غادي يمشيو مسيره ماشيا على الاقدام في اتجاه عماله خريبقه لمطالبه المطلب الوحيد ديالهم هو انهم بغاو الماء.
كما تلاحظوا متتبعو لا زلنا في الطريق، الرابطه بين دواوير نواصر وايت صالح والجريات في اتجاه الى طريق الوطنيه، رابطه بين مدينه ابي الجعد ووطزم. هنا متتبعي ومشاهدينا الكرام، نتمنى منكم تبارطاجوا معنا مباشر، لاننا اليوم امام مسيره احتجاجيه لساكنه جماعه القرويه نواصر عيد صالح والبراشوه او الجريات، يقومون بمسيره احتجاجيه مشيا في اتجاه عماله خليفه. المطلب الوحيد او الطلب الوحيد ديالهم هو انهم بغاو الماء كما تلاحظوا. أذكر متتبعي ومشاهدينا الكرام ومشاهدينا قناة شوف تي في، ونحن الآن نقول لكم هذا البث المباشر من دائرة أبي الجعد أو من نواحي أبي الجعد. كما تلاحظوا بعض الدواوير للجماعة القروية شكرا، وهم يقومون بمسيرة احتجاجية أو مسيرة، الطلب الوحيد ديالهم هو أنهم بغاو الماء. كما تلاحظوا جلد ديال الساكنة غاديين إلى العمالة أو إقليم خيبكة، الطلب الوحيد ديالهم هو أنهم بغاو الماء. أجدد الترحام من تحققنا اللحظة، متتبعي ومشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة شوف تي في، ونحن الآن نوثق لكم بالصوت والصورة أجواء ديال المسيرة، مسيرة العطش كما سموها أهل البراشوة والشكر، أهل البراشوة أولاد عيد صالح أولاد زينة، سموها مسيرة العطش كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي الكرام، هم يقومون مسيرة مشية مشيا إلى عمالة خريبكة أو إلى إقليم خريبكة كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي الكرام ومشاهدي قناة شوف تي في.
هنا كما تلاحظوا مستمعينا الكرام الكل غادي في هذه المسيره، اصحاب الدراجات، سيارات، بيكابات، صافيطات، الكل تشارك في هذه المسيره الاحتجاجيه ومسيره مطالبه، مسيره كما سموها ماتيس، مسيره العطش كما سموها اهل هذه القبائل ديال نواصر وايد صالح وجريات وولاد زينه. أرحب بكم متتبعي مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم باليمن والبركات. كما تلاحظون لا زلنا من داخل مسيرة العطش كما سموها أهالي أو أحد قبائل نواصر وايد صالح وجريات ولاد زينة سموها بمسيرة العطش. هم يقومون بمسيرة باتجاه عمالة خريبكة، الطالب الوحيد ديالهم هو أنهم بغاو الماء، ما تطلبوش شي حاجة إلا بغاو الماء. نداء يوجه إلى جميع المسؤولين على دائرة أبي جعد، أننا ما لاحظنا اليوم هو أن باقي الناس يطلبوا الماء، ونحن كما تشوفوا حنا في المدينة وتتقطع علينا إلا جوج سوايع وتنوليو، وما بالك هاد الناس اللي ما عندهمش الماء. قال لك من رمضان ما شناش الماء، من رمضان. كما تلاحظوا متتبعين مشاهدي الكرام غنوثقوا لكم بالصوت والصوره شحال تيمشيو ديال الكيلومترات. كما تلاحظوا دري باقي صغير يلا في العمر ديالو غتكون واحد 12 سنه، وكما تلاحظوا ونحن الان نوثق لكم بالصوت والصوره متتبعين مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. كما تلاحظوا الكيلومترات اللي تيضربوا هاد الناس باش يجيبوا الماء، كما تلاحظوا شي بجوج بطاقات، شحال غيديو لي هاد البطاقات؟ يشربهم هو يشربهم البهيم ديالو شكون؟ ندائي يوجهوا الى السلطات المحليه وعلى راسها رئيس الدائره وقائد قياده شكران. تنتمنوا منكم او المنتخبون تنتمنوا منكم تنترجوكم جيو شوفوا هاد الناس شنو اللي خاصهم. راه المطلب الوحيد ديالهم هو انهم بغاو الماء، راه ما بغاوش حتى حاجه، بغاو الماء.
لا زلنا متتبعين مشاهدينا الكرام داخل مسيره العطش، لا زلنا مستمرين في نقل البث مباشر لمسيره العطش كما سموها ساكنه او قبائل ايت صالح جريات والبريشوه واولاد زينه، سموها مسيره العطش مشيا في اتجاه عماله خليفه. الطلب الوحيد ديالهم او المطلب الوحيد ديالهم هو انهم بغاو الماء صالح للشرب. ما قال لك ما صنع من شربوا لحنا لبهيمنا. جد الترحام من التحق بنا اللحظه متتبعي ومشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن الان كما قلت ننقل لكم هذا البث المباشر من دائره ابي جعد وبالضبط من قياده او قياده سكران قبائل نواصر عيد الصالح والجريات والبريشوه ولاد زينه يقومون مسيره العطش كما سموها في اتجاه عماله خليفه كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي. ولا زلنا من داخل المسيرة نقول لكم الأجواء ديالها اللي غتكون مسيرة مشيا كما سموها مشيا على الأقدام. الطلب الوحيد ديالهم هو أنهم بغاو الماء. أسعد الله صباحكم متتبعي ومشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. لا زلنا من داخل المسيرة نقول لكم أجواء ديال مسيرة العطش كما سموها
اهل القبائل نواصل ويتصالحوا شريات كما تلاحظوا. الطالب الواحد ديالهم هو انهم غاو الماء صالح للشرب، يناشدون صاحب الجلاله بالتدخل، لان ما يعيشونه لمده ديال 5 أشهر او 6 أشهر ما عندهمش الماء. الطالب الواحد ديالهم هو انهم تيضربوا الكيلومترات باش يجيبوا الماء، تيجيبوا 2 بطاقات 3، قال لك 2 بطاقات 3 واش نشربوهم حنا ولا يشربوهم البهيم ديالنا والغنم ديالنا. هنا ما يقارب 6 كيلومترات او 7 اللي ضربوا هاد الناس لا زالوا في الطريق الرابطه بين مدينه ابي الجعد ووطزم في اتجاه عماله خريبه. المطلب الوحيد ديالهم كما قلت متتبعين مشاهدينا الكرام هو الماء صالح للشرب. بغينا كما قالوا على اللسان ديالهم بغينا الماء اللي نشربوا حنا والبهيم ديالنا، رحنا تقهرنا، رحنا تكرفصنا، رحنا هذا لا. كما تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام الناس غارت الشجر ديالها وما صابتش الماء. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون عمص يعطينا واحد العام يكون زين، امطار خير اللي تهب على مدينه على المملكه المغربيه لعل الله وعسى انتعش الفلاحه الموسم المقبل. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون امطار خير لانتعاش الفلاحه كما قلت، يفرحوا لنا الفلاحه، ينوض لنا شويه ديال بعدا يقواو على الماء في البيار ولا تقوى الفرشه المائيه. كما تلاحظوا نحن الان كما قلت متتبعين مشاهدينا الكرام نقول لكم هذا البث المباشر من الجماعه القرويه الشكرى، الشكرى اللي بها واحد القبائل ديال صالح ونواصر وشريات ولاد زينه وتيطالبوا. المطلب الوحيد ديالهم هو انهم بغاو الماء صالح للشرب، يناشدون صاحب الجلاله، يناشدون المسؤولين، يناشدون المنتخبون بتوفير لهم الماء صالح للشرب. بغاو عما يشربوا، ما بغاو حتى حاجه وما بغاو يدوا الماء.
كما تلاحظوا متابعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، لا زالت المسيرة مشيا على الأقدام هنا وصول إلى طريق الرابطة بين مدينة أبي الجعد ووطزم. كما تلاحظوا الكل تلاهم هنا كما تلاحظوا متابعي قناة شوف تيفي، والطالب الوحيد ديال ساكنة أو دواوير الشقران أو قبيلة الشقران أو جماعة الشقران، المطلب الوحيد ديالهم هو أنهم الى هنا متابعي ومشاهدي الكرام غادي يكون نهايه المباشر، فترقبوا باتش مباشر اخر، الى اللقاء.